ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. قد يأتي زمان يعمل لهذا الحديث ويغلب على ظني أن هذا الزمان الذي يعمل فيه هذا الحديث نحن فيه. إذا رأيت شحاً، الشح المادي المقيت، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كنت في ألمانيا ودعيت إلى إلقاء كلمة في مسجد كبير، ثم أبلغت أن كل هؤلاء قد قدموا تصريحاً كاذباً للحكومة الألمانية أنهم لا يعملون، والحكومة الألمانية لا تحقق، تعطي كل واحد راتب 900 يورو بالشهر ولكل ولد 300، فكلهم يعملون بأعمال خاصة يسموه أعمال سوداء. يأتي زمان يعمل بهذا الحديث، وأنا لا أستبعد أن نكون في الزمان الذي يعمل فيه هذا الحديث. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً، الجنس كيف ما فتحت بالإنترنت بالفضائيات في جنس، فأحياناً بيكون في بالبيت أجهزة مفتوحة، أنت بتسهر مع أقربائك والجهاز مفتوح، والابن شاب أول حياته، بينه وبين العلاقة 20 سنة قادمة، يراها بتفاصيلها على الشاشة. في عنا شيء مخيف، فرنسا قدمت هدية للجزائر موقع إباحي، لأن هذا المجتمع المسلم لا يمكن أن تنتصر عليه إلا بالإفساد. كانوا، دقق الكلام، كانوا الغرب يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، الآن يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون. فهذا البيت أنت مسؤول عنه، وأنت بزمن صعب، في صوارف وفي عقبات، مليون شيء يصرف الشاب عن دينه، ومليون عقبة أمام التمسك بالدين، وأنت أب، وأنت مسؤول، مسؤول مسؤولية كبيرة. ورد في الآثار النبوية أن المرأة تقف يوم القيامة بين يدي ربها تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. تجي لعندك بنت أخوك بالعيد لابسة ثياب متفلتة وحاطة زينة على وجهها، وأنت بترحب فيها: الله يرضى عليك، صرتي صبية ما شاء الله حولك، ولا بقلك والله اللبس. والله يا أخوان أنا أحكي كلمة دقيقة، أنا أعلم يقيناً أنه أعلى عبادة على الإطلاق الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام، وأنا أرى ولا اجتهاد مني أعلى عبادة تعبد الله بها المرأة إعفاف الشباب بستر مفاتنها عنه في الطريق. لذلك هنا إذا رأيت شحاً مطاعاً مادية يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، صدق ولا أبالغ، السرطان مرض يصيب الجسم وقد يميته، والشح مرض خبيث يصيب النفس وقد تنتهي عند الله، ومن يوق شح نفسه، القرآن الكريم، فأولئك هم المفلحون. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر، كل واحد يرى نفسه محور العالم، يقول لك أنا عندي هي ما مو مقبولة، من حضرتك؟ يقولون هذا عندنا غير جائزين، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ كل واحد عامل حاله محور العالم، لك هي أنا ما بتناسبني، لك شرع، قرآن، سنة، ما بيقبلها، مع أنه بالكتاب جاي، بالسنة جاي، يقولون هذا عندنا غير جائزين، عندنا، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ أنت مؤمن تخضع لكتاب الله وسنة رسوله. فإذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، التوجيه النبوي
فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا التوجيه النبوي لآخر الزمان. إلزم بيتك، جنة المؤمن داره. أما يوم بالمطعم الفلاني، ويوم بالمقصف الفلاني، ويوم على البحر، ويوم بشاليه، كل يوم بمحل، هذا يعني يودي بك إلى رقة في الدين. فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك. هذا الاجتماع، هذا مو شرط أقرباء، يعني مؤمنين طاهرين ملتزمين صادقين تجتمع بهم كل يوم، هي خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، ما لك مسؤول عن العامة. هذا حديث متعلق بزمن معين، ويغلب على ظني أننا في هذا الزمن. أخواننا الكرام، الآية تقول: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كهفك الآن بيتك، اجعل بيتك جنة، ليس بالمال، بالمودة. الابن كل بطولتك كأب أن تجعل البيت جنة له. في بالبيت خصومة، وفي شقاق زوجي، وفي كلام قاسي، وفي تعنيف، وفي شدة، صار البيت مكان كريه للطفل للابن يلتصق بأصدقائه. هلأ بعلم النفس في حقيقة، هذا الشاب في عنده أب وعنده أم وعنده عم وعنده خال وعنده أستاذ ديانة وعنده شيخ الجامع، هؤلاء جميعاً تأثيرهم في الشاب 40%، ورفيق السوء وحده 60%. يجب أن تعرف من هو صديق ابنك، ويجب أن تعرف من هي صديقة ابنتك. الانحرافات كلها تأتي من رفاق السوء. إذا أنت ضمنت أن أصدقاء ابنك ملتزمين من أسر ملتزمة نظيفة، نعمة. دور الصديق غير دور الأب والأم، مهما كنت أنت حريص على ابنك، الصديق من سنه لأنه يبوح له بكل شيء. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أخواننا الكرام، بالمقابل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. كل أعمال أولادك ليوم القيامة صحيفة. فأنت لن تسعد إذا ابنك لم يكن كما تتمنى، لن تسعد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مقابلة، إن وجدت ابنك يصلي وهو مستقيم وحافظ دينه، تأتيك مودة، تأتيك سعادة لا توصف. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا أقول كلام دقيق، لا يمكن أن تسعد وابنك متفلت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أن تعتني بابنك بدينه رقم 1. لا يمكن أن تعفى من المسؤولية مهما كان الزمن صعب، كل شيء يضبط. فنحن في زمن صعب، ولن تسعد إلا بأولاد صالحين. والأولاد الصالحون بدهم أب عرفان شو حدود المسؤولية، وعرفان طبيعة العصر. بعدين الآن صعب تمنع، لكن ممكن تحصنه من الداخل، تعرفه بالله عز وجل، تجيبه معك على الجامع، نوره، تسهر معه، تقعد معه، تحاوره على كل. فإذا كان ما لك فاضي تقعد مع ابنك ولا دقيقة، ما لك أب أنت معناتها، فقدت رسالتك كلها. هذا أهلك في وقت لا بد من أن تجلس به مع أولادك، لا بد من وقت تقعد معهم. والدين شيء خطير، الدين شيء مصيري. الدين بيفهموا الناس أنه صلى كم ركعة وصام وحج، لك هدول عبادة شعائرية، والله لا أبالغ. الدين من فوق 500,000 بند، كسب مالك، بحث قائم بذاته، إنفاق مالك، اختيار زوجتك، علاقتك بجيرانك، في عندك مليون موضوع بالدين. العبادة الشعائرية 5 بنود فقط، بني الإسلام على 5، هذا غير الـ5. هذا منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، يعني 500,000 بند. اطلب العلم. أما الصوم والصلاة والحج والزكاة
خمس عبادات شعائرية، أما الإسلام بناء آخر، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.